تكثر التساؤلات حول مصير مساعدات عسكرية أمريكية حساسة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها المليار دولار اختفت وسط عجز مخابراتي عن تعقبها. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت اختفاء المساعدات بشكل تام، مما أثار مخاوف حيال عدم تتبعها بشكل صحيح في الأيام الأخيرة بحسب تقرير لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية. وبحسب الصحيفة فإن الإعلان الأمريكي أوضح أن أكثر من مليار دولار من إجمالي 1.69 مليار دولار من المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا قد فقدت، وبينها 39 سلاحا عالي الخطورة تأتي في مقدمتها صواريخ الرمح وصواريخ ستينجر وأجهزة الرؤية الليلية. يتساءل العديد عن مصير هذه الأسلحة، فهل تم توجيهها للبيع في السوق السوداء؟ بينما يطالب الرئيس الأوكراني زيلنسكي بالمزيد من الدعم لمواجهة التحديات الروسية، التقارير الغربية تسلط الضوء أكثر فأكثر على الفساد كمشكلة متفاقمة في أوكرانيا، حيث أشارت وثيقة استراتيجية أمريكية إلى قلق بشأن الفساد وتأثيره على ثقة الحلفاء الغربيين، وقد يؤدي الفساد إلى فقدان المساعدات وتعثر الجهود الحربية في وقت حرج. يشار إلى أن الأسلحة التي ركز عليها الإعلان الأمريكي لا تشكل سوى جزء صغير من المعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة لأوكرانيا والتي تقدر بخمسين مليار دولار، إلا أن هذا اللغز قد يعزز المعارضة لإرسال مساعدات إضافية.